هو فتح الباب من جهة أخرى للشكوك والريبة التي راودت كثيرين بأن ربما يعني المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد تعرضت بشكل أو بآخر إلى ضغط ما، بالتالي ذلك أحدث ذلك التغيير أو أدى إلى ذلك التغيير. يعني لو حصلت تغييرات كبيرة على سبيل الافتراض لكنا ممكن افترضنا وجود ضغوط غير طبيعية أو تهديدات أو غيرها من التفاصيل على المفوضية، لكن هذه النتائج اللي هي محدودة جدا ومنطقية جدا، يعني قياسا لمختلف أيضا الانتخابات التشريعية في مختلف دول العالم، أيضا هناك اعتراضات وهناك تغييرات وهناك تصحيح لبعض الأخطاء اللي ممكن تكون بسبب الأجهزة أو بسبب سلوك الناخب نفسه أو غيرها من التفاصيل اللي ممكن الاطلاع عليها. إذن نحن أمام تحول نوعي أكد، وأعتقد أن النتائج والتغييرات المحدودة جدا جدا يعني في بعض المحطات لا تشكل أي انتهاك أو أي اختراق، وبالتأكيد هي تشكل يعني مهنية المفوضية ودور القضاء اللي مرتبط بالمفوضية ومتابعة التفاصيل المهمة. نعم قد تكون هناك بعض التهديدات، هناك بعض الاحتجاجات، بعض الافتراضات اللي هي غير منطقية غير علمية وجهت المفوضية، لكن اليوم نحن أمام تماسك عمل المفوضية ونتائج جدية علمية. أنا أعتقد اليوم الشارع العراقي يعبر عن رضا جدي تجاه هل هذا أيضا لسان حال المعترضين دكتور غازي؟ يعني هل تتوقع بأن المعترضون سيقبلون بتلك النتائج؟ أنا أعتقد المعترضون إذا كانوا حريصون على الوطن والوطنية وضمان حقوق الشعب العراقي وإعطاء فرصة لهذا الشعب لمجلس نواب جدي لمعالجة التحديات والمشكلات وليس النزاعات والمصالح الشخصية والذاتية وغيرها من التفاصيل المعروفة، أنا أعتقد إذا كانوا جديا يعبرون عن وطنيتهم فسيوافقون على هذه النتائج اللي هي نتائج علمية منطقية وإجراءات دقيقة وصحيحة وعبرت لنا عن تطور وتحول نوعي، وهذه سنقف عندها بالتأكيد.